هاي جميعا، انا مالك مسار، اخذت الكورس هذيك السنه بالفوركس سبيس. انا قررت فوت بهذا البروجرام لانه كثير كنت اسمع عن الفوركس وكنت هيك كثير متحمسه انه اعرف شو هو. هذا الويكلي ميتينج عم بخلينا نتعلم كثير ونطبق كل اللي تعلمناه بقلب الكورس على الفاينانشال ماركت لايف. هذا عم بخلينا نكون عندنا بيتر فيجن واندرستاندينج للماركت وللتشارتس. كثير حبيت اخذ هذا الكورس لانه اول شيء ما خصني بشيء اسمه بزنس، يعني فروم زيرو زيرو بلشت. كان عندي فكره شوي عن البورصه، عن الاقمار وكل العالم بتخسر فيها. So I was curious مين معقول يربح فيها. سو انا في 5% ناقصه تطلعها. I have to create new money، اخلق مصاري جديده. في حال كسر الزيرو لاين برجع ببيع مره ثانيه تنزل فيها واشتري لما بصير تحت شو؟ Oversold.